السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عملت لكم فيديو عن لبسي كده وانا خارجه، كنت رايحه عند ماما. بس انا عامه يعني مش من النوع اللي بفكر بقى هلبس ايه وكده، لا انا ساعتها بفتح الدولاب كده واجيب اي حاجه على مزاجي البسها. بس حبيت اشارك معاكم الفستان ده لاني انا بحبه وما كانش عندي الستايل ده خالص. جبته في فرح صاحبتي، فجبت اونلاين من على الفيسبوك، من صفحه بتبيع اللبس. ممكن ابقى احط لكم اللينك بتاعها. هي بصراحه بتبيع اقل من السعر اللي بره، بالذات الشتوي، لان الشتوي بصراحه بيبقى غالي جدا في المحلات، هي مش بتبيعه غالي كده. الفستان ده كنت جايباه تقريبا ب200، والبلوفر اللي تحته ب110. بس هو بصراحة جميل وخامته شتوي بتدفي، والبلوفر برضو مش عارفة ممكن البسه في الصيف ولا لا، بقى تحت شميس مش عارفة هيليق ولا لا. انا هنا بقول لكم ان البندانة دي انا اللي بلبسها، مش بتليق غير يعني مش بتليق عليا غير البندانة دي. بندانات السوري جبتها وجبت منها الوان وكده، وما فيش ما مش حاسة برضو مش لايقة على وشي. دي الطرحة اللي لبستها، كان نفسي بصراحة البس طرحة تفتح لون الفستان شوية، بس للأسف ما فيش ولا طرحة لايقة على الفستان غير الطرحة دي. يعني جبت معظم ألوان الورد ديت، ألوانه يعني طرح وكده، ما فيش، مش لايق خالص. دي بس اللي لايقة. بس هنا وريته لكم اهو في الشماعة علشان يبقى واضح أكتر. هو بصراحة يعني من غير الحزام ينفع لو انت مثلا حامل او كده، واسع قوي. ولو انت بقى عايزة يعني تحددي منطقة الوسط، يعني لو انت بقى مش حامل او كده بتربطيه، بيبقى حلو جدا. بس و اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. بس وهو بصراحة الستايل بتاعه احسن من البناطيل وتغيير يعني. بس واتمنى يكون عجبكم الفيديو يا بنات.